هي فرصة على خاطر يعني الجانب الاقتصادي اليوم أصبح سي تري جورجون يفو لو تريتي. عندنا كثير من الأزمات إن شاء الله نتجاوزوها، ولكن اليوم يلزم معالجة الجانب الاقتصادي. فكان من المهم الاستماع لوجهات النظر، كان فيه كثير من الخبراء، وحتى في النقاشات الجانبية كانت نقاشات ثرية، فيه تشخيص يعني مشترك اليوم، وفيه زادة حسيت اللي كل اللي تحاورت معهم اليوم مهما كانت مواقعهم قابلين باش يقدموا القدام ويعملوا التضحيات اللازمة، وهذه العقلية لازمنا نمشيوا بها. وعي بالمشاكل، يلزمنا نوضحوا لعبد الكل الأمور بداقوجية، يلزم هذا أمور تخص كل التونسي، ولكن يلزم كل إنسان عارف أن يلزمه شوية مجهود، وخاصة في مستوى القرار أي كان، قرار اقتصادي اجتماعي أو سياسي.